في عهد الطوابير وانقطاع المحروقات والذل الممنهج، باتت سيارات الأجرة أو التاكسي من ذكريات العهد الجميل. فمن جهة السائق ارتفعت تكلفة الوقود المقطوع أصلاً، والذي بات يحتاج لساعات طويلة من اليوم لأخذ مكان في الطابور كي يحصل على البنزين، هذا عوضاً عن تكلفة الصيانة وغيار الزيت للمحرك اللذان بلغت أسعارهما أرقاماً خيالية بفعل انهيار العملة اللبنانية وتدني قيمتها. أما المواطن فلا حل أمامه سوى الجهاد في سبيل الوصول إلى مكان توجهه. هذه الأزمة فتحت الفرصة أمام آليات التوك توك، حيث بدأت في منطقة ظهر العين في طرابلس لتأمين خدمات التوصيل إلى المنازل أو الدليفري، وأصبحت اليوم التاكسي البديل نسبة لتسعيرتها المنخفضة. في عنا ثلاث تكاتك، ثلاث عيال عم تشتغل عليها، يعني في ثلاث بيوت عم تسترزق برجالة بنسوانها بولادها، وهذا كان النبع الأساسي للموضوع. هو قديش العالم عم توفر؟ العالم عم توفر كتير، يعني العالم اليوم بطلع بتيك توك بدفع 3000 ليرة، الرقم الأكبر هو بين 5000 و6000 ليرة، عم بحكي بمناطق بعيدة، أنا ما عم بحكي ضمن الكورة أو مثل الكورة أو سمرة أو ظهر العين أو سمرة، عم بحكي بمناطق بعيدة الماكسيموم 5000. بالنسبة للضغط الحمد لله نحن ما عم نلحق، يعني التلاتة اسم الله عم يشتغلوا وهو قادر يوصل لكل المناطق. فيك تقول احنا مغطيين من الألمون لا نوصل للطرام، يعني لآخر منطقة الكورة. هلا بالوقت الحالي عم نغطي بين 25 و30 حركة بالنهار، يعني بين مناطق متفرقة، بين هون بين طرابلس بين ساحة النور. وبظل الظروف اللي كانت، على فكرة إذا بتنتبه إنه قطع الطرقات وهالأخبار اللي صارت، نحن كنا أسرع وسيلة اليوم. يعني بتشوف انت المناطق اللي كان فيها قطع طرقات وهيك، العالم ما قدرت توصل على بيوتها عم تعاني من هذه الأزمة، نحن كنا وسيلة كتير سريعة لأنه نحن نأمن العالم توصل على البيوت. وصدق اليوم يعني بعد الغلاء اللي هو صاير وفي كلفة 4000 و5000 تاكسي، نحن الحركة الأرخص اليوم. بدك تعتبر نحن أرخص حركة، لأنه نحن بداية المشروع كان هو إنه نحن لنكون وفيرة على الناس، نحن يعني ما عملنا المشروع طال نحن نعمل مصاري وتنغنى من وراه. نحن يعني سعينا بالفكرة نحن نكون موفرين على العالم اللي ما عم تقدر اليوم تروح على شغلة ولا وظائفها ولا بيوتها بنسبة تعرفة كبيرة. تقريبا بالنهار عم استعمله مرتين ثلاثة، لأنه كل ما يكون عندي شغل بطرابلس ما عم نزل بسيارتي، عم نزل بالتيك توك، كتير بيوفر علي، بوفر علي عجقة، بيوفر علي بنزين. شايف هالغلا أنت، حتى نطرة الطابورة اللي عم يصير على المحطات كمان كلها هذا عم نوفره. أزمة انقطاع مواد المحروقات أثرت سلبا على عمل سيارات الإسعاف، فأسعف التوك توك عدة حالات. هذه الثاني حالة اللي احنا اليوم ناخذها، أنه تصدف أنه في حدا تعبان وبده يروح يوصل على صيدلية أو مستشفى أو شيء. مثل ما حضرتك قلت، اليوم الصليب الأحمر صار عم بيعاني، يعني انتبه اليوم لبنان كله صار عم بيعيش أزمة المازوت والبنزين والضغط والعلقة على المحطات. نحن اليوم عم نكون مش الفاست فيريوس، يعني مثل الموفي أو شيء، لا، بس نحن الوسيلة الأسرع اليوم. طيب نحن مش نقوم بعمل الصليب الأحمر، ما فينا أكيد، شابوبا لقالهم هن قايمين بالجهد الكافي، بس نحن ممكن نساعد بطريقة ما أنه نحن نوصل المريض بشوي، مش مريض لا سمح الله صاير شيء يعني، بس ممكن نوصل المريض اليوم على المستشفى احنا بفتره كتير بسيطه وكتير سريعه، ونحن يعني نساهم باي شيء نحن نقدر عليه. توقف عمل غالبيه سيارات الاجره وباصات النقل عرقل وصول تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات الى اماكن دراستهم، فهل سيلبي التوك توك هذه الحاجه؟ راجعين ان شاء الله بعد الصيف على موسم العام الدراسي والمدارس والجامعات. من هلا ان شاء الله لوقتها احنا في مشروع انه احنا نكون الوسيلة الأسرع لتلاميذ الجامعات ليقدروا يوصلوا على جامعاتهم ويقدموا امتحاناتهم. الامتحان الأصعب اليوم هو التحدي للخروج من الأزمة الأكبر في تاريخ لبنان، وهذا لن يحصل في ظل الجمود السياسي وعدم تشكيل الحكومة. فهل من توك توك يقول الرئيس المكلف إلى بعبدة؟ مهدي فتاح، إبراهيم فتفت، صوت بيروت انترناشونال.